السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ورسالة جديدة من رسائل ربانية. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن رسالة شديدة الجمال متعلقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه معنى الكلام ده؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي القضية. إيه معنى محبة سيدنا رسول الله؟ وإيه معنى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني مقدم على نفسك؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ بيدي، وقلت له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. طيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. يعني أنت كده ما وصلتش الدرجة الإيمانية المطلوبة لو أنت بتحب نفسك أكتر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه القضية دي؟ قضية خطيرة جدا على فكرة، بس كثير من الناس ممكن تغفل عنها. يعني لو أنت دلوقتي مخير بين حياتك وبين حياة سيدنا رسول الله، وأنت مغمض عينيك بتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، قولا واحدا، وهو ده اللي سيدنا النبي بيقوله لسيدنا عمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. وبالتالي نقدر نفهم حديث آخر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محدش هيكون كامل الإيمان إلا بالثلاث حاجات دول: حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده والناس أجمعين. شوف الإمام الخطابي رحمه الله بيقول حاجة جميلة جدا في تفسير هذا الحديث وتفسير الآية السابقة. بيقول إيه؟ بيقول إن المحبة أصلا على ثلاث أنواع اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إيه هي بقى الثلاث أنواع؟ قال لك: أول حاجة خالص المحبة التي تكون للإعظام والإكبار، وهي محبة الولد لوالده. أنا بحب والدي، محبة إعظام وإكبار. والمحبة الثانية، الدرجة الثانية، محبة شفقة ورحمة، اللي هي التي تكون من الوالد لولده. والأخيرة المحبة التي تكون على سبيل المشاكلة، اللي احنا ممكن نسميها اللي هي المصالح الدنيوية والتآلف بين الناس. انت شفت انسان فحبيته وهو حبك، ده اسمه مشاكلة. التلات انواع دول اجتمعوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هو ده السؤال، هو انت بتحب سيدنا النبي؟ بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه؟ لا بحبه. أيوة، أكتر من والدك؟ ممكن أكتر من والدي. طب أكتر من نفسك؟ لا، دي فيها شوية. يبقى أنت مش مؤمن كامل الإيمان. لو خيرت بين نفسك وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تختار على طول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إيه هي الأمارات بقى اللي هي تدل إن أنت بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم كده يكون في أمارات، أنت بتدعي صح؟ فين بقى الأمارات إن أنت بتحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أول الأمارات قالوا إيه؟ أن الإنسان إذا ما أحب شيئا أكثر من ذكره. هو أنت بتصلي على سيدنا رسول الله؟ بصلي على سيدنا النبي. قد إيه؟ ليك ورد يومي يعني بتصلي على سيدنا النبي في اليوم قد إيه؟ فواحد ممكن ما يكونش أصلا بيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده بخيل ده. والأبخل منه اللي يذكر عنده سيدنا رسول الله وما بيصليش عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ده أبخل من الأولاني. أبخل. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يقول: أتدرون من البخيل؟ قالوا: البخيل الذي يمسك ماله عن الإنفاق. ده واحد بخيل، ده عنده مال وعنده كذا فبيمسك. قال: لا أبدا، البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. واحد عمالين نقول وسيدنا رسول الله وحبيب الله وسيد الخلق، هو مين ده؟ سيدنا النبي. وصاحبنا قاعد مبلم مش هين عليه يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتيجي تقول له يا أخي صل على النبي، واقف ساكت وفي خناقة ولا في مشكلة، صل على النبي بس واهدى، ما بيصليش. قال: لا، ده انت بقى مش متخيل خطورة اللي انت بتعمله ده. لا، أول ما أقول لك صلي على سيدنا رسول الله تصلي عليه فورا. سمعت اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا وانت معاد، لازم تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالإكثار دليل محبة، فمن أحب شيء أكثر من ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك في حديث رائع عن سيدنا أبي بن كعب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: وإن زدت فهو خير. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. فقال: يا رسول الله أفأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذن تكفى ويغفر ذنبك. إذا ما جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا يوميا تكفى همك ويغفر ذنبك. آدي بشارة وأمارة من علامات المحبة: إذ إن من أحب شيئا أكثر من ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، دي كده أمارة من الأمارات. من ضمن أمارات محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، إنك تقعد تجيب سنن سيدنا رسول الله. تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب إيه؟ في سنة للظهر وسنة للعصر وللمغرب والعشاء، وفي قيام ليل وفي صيام اثنين وخير، كل دي سنن. اتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دليل محبة وتعظيم لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمارات والمحبة أن تسلم لحكم رسول الله. لو عرفت إن في مسألة معينة أنت بتسأل فيها وفيها حكم من الله أو حكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن ترضى. وترضى، خلي بالك، ده ترضى وتسلم في الباطن والظاهر. فشوف حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيه فايدة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا؟ التسليم الباطني. ما هو انت ممكن تقول خلاص سمعنا وطعنا ظاهر، لكن ربنا مش عايز كده، مش عايز الناس تبقى يعني فيها مرض النفاق، ان انت تبقى في البداية راضي لكن من جواك مش مسلم. ربنا مش عايز منك كده أبدا. لابد أن تسلم في الباطن ثم بعد ذلك تسلم في الظاهر. ثم لا يجدوا في أنفسهم في الباطن حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى إذن التسليم التام لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به، يبقى ده كده دليل من أدلة المحبة. خلاص؟ طيب، دليل من أدلة المحبة والتعظيم الأدب، ونختم بهذا الأمر. الأدب، الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تتأدب مع سيدنا رسول الله
في أي شيء. ربنا لما كان بيخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرآنه تلاقيه دايما يقول إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآيات. وناحية تانية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وكثير من الآيات. ما فيش أبدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب باسمه مجرد، مش يا محمد أبدا، ما فيش كلام ده. وبالتالي كثير من الناس لما بتيجي سيرة سيدنا النبي محمد بن عبد الله، وكان بيلعب معاك عيب، اختشي. سيدنا النبي له قدره وله احترامه، الجناب النبوي، الجناب النبوي له احترامه وله قدره وله تعظيمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبالتالي الإمام القرطبي بيقول حتة جميلة جدا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بيقول من ضمنها إيه؟ لا تقل له يا محمد ولا يا أحمد، عيب، ما تقولش من محمد ابن عبد الله مثلا أبدا، ما تقولش وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عيب، وأشهد أن سيدنا محمد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره أنا سيد ولد آدم ولا فخر، تواضعا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى إذن حاجة بسيطة جدا، تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ربنا لما ذكروا في القرآن باسمه وصفوا بالرسالة محمد رسول الله، وده ربنا سبحانه وتعالى، ونحن مطالبون بأن نتخلق بأخلاق المولى سبحانه وتعالى. فهل وجدت من الله خطابا لنبيه بخلاف يا أيها الرسول أو يا أيها النبي؟ أبدا. اتفقنا؟ هذه الأمور أيها الحبيب تبين مدى اهتمامك ومدى حبك لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ورسالة جديدة من رسائل ربانية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.